يوميا على الشرق الأوسط مع الدكتور عمرو الليسي. أعزائي المستمعين، يومكم سعيد وزي اللبن الحليب، ومعاكم عمرو الليسي وكلمة ونص. شفنا خلال الأيام اللي فاتت أزمة الطيارة الروسية اللي وقعت، وطبعا قرارات بريطانيا ودول تانية، والنتيجة تأثيرات سلبية على السياحة، واحنا في بداية الموسم السياحي. طبعا دي مش أول مرة السياحة في مصر تتعرض لمشكلة، لأن السياحة نشاط بيدر عوائد كبيرة، لكنه نشاط للأسف هش وضعيف، وبنراهن طبعا على أن الأمور هترجع تاني زي ما حصل في مرات كانت أشد من كده بسبب الإرهاب. وكل حد عليه دور مهم في الأزمة دي، سواء أننا نواجه اللي بيحصل من دعاية، أو أننا نكلم العالم ونشرح لهم ان بلدنا بالفعل امن. ولازم كمان نفكر هنعمل ايه. جات لي رسائل كتيره من مصريين عايشين بره بيعملوا مجهود كبير عشان يشرحوا الحال للناس اللي بره. اتصل بيا مصريين في اوروبا والخليج وقالوا ان هم هييجوا يقضوا اجازاتهم في مصر. في حملات مفيده لتشجيع السياحه الداخليه، لان السياحه دلوقتي كانت ضعافه من سلبيات السنوات. كل الجهود دي كويسة، المهم ان قطاع السياحة ده لازم نقف جنبه. عارفين ليه؟ لان مرتبط بعمالة وناس. عارفين عمل الحنطور؟ عارفين الحنطور ده ممكن يقعد ما ياكلش بالاسبوع في الاقصر واسوان. تخيلوا، مرة قابلت واحد راجل شغال على حنطور، قال لي ايه؟ قال لي انا ساعات بحرم اللقمة على نفسي عشان اكلها الحصان، لان هو اللي فتح بيتي. لما الراجل ما ياكلش والحصان ما ياكلش، الراجل هيموت والحصان هيموت. احنا مش عايزين السياحه تموت، لازم نفكر، يكون عندنا افكار حقيقيه، ولازم نشجع السياحه الداخليه. وعشان نشجع السياحه الداخليه لازم ترخصوا تذاكر الطيران، ولازم ترخصوا اسعار الفنادق، ولازم تكون في متناول الجميع. لازم مفاهيمنا تتغير، وإلا هنفضل برضو محل أكسر. كان معاكم عمرو الليسي وكلمة ونص. وبكرة كلمة ونص، كتبها أكرم القصص، أخرجها سنيه.